سيد وزير مرحبا بك. ما عادش عليا ديوان افهم. لا ما خذيناش معك، احنا لازم ناخذ معك كلمه باه. تصريح مشترك بكري. سيد وزير، الزياره اللي صفاقس انت كنت كي جيت مع رئيس الحكومه لهنا الزياره اللي فاتت، دونك قلت اني باش نرجع لصفاقس، رجعت لصفاقس اليوم. سمعت مع الاداره التقنيه مع الاطراف المحليه اهم جهه. وعد باش نرجع. رجعت صحيح اني ما نزلتش المستشفى لاني ما نحبوش بكثره نتاع التقارب لاسباب معناها وقائيه وصحيه، ولكن جلست مع النقابات وجلست مع رؤساء الاقساء باش نبحثوا مع بعضنا كيف دعم الفيسبوكيه هذوما وانخراط الناس كلها يد واحده لتقديم خدمه صحيه جيده لمرضى الكوفيد في هذه المرحله في اطار الخطه الوطنيه للتصدي للمشكل. اي نعم، تم تعاقد وتعاهد على ان نخدموا مع بعضنا وفي اطار تكاتف وفي اطار تضامن وتفاهم لبعض البعض. بعدين الوضع الصحي في صفاقس ولا المؤسسات الصحيه ننظر فيه ومش ننظر في كل الاوضاع في كل انحاء الجمهوريه، لان اليوم اذا ثم شيء نبهت فيه الى المحنة هذه انه كل مواطن كل مسؤول اصبح واعي بضروره انه ينهض في قطاع الصحه وما يقعدش كما هو عليه. لي مع المخبر، المخبر المويان مش يعمل 30 تحليل في النهار. هذيك آلة، هذيك الجين اكسبير اللي تعمل بين 24 و 30 تحليل في اليوم، لكن طريقة اكتشاف كلاسيكية معتمدة الآن في كاستر وشابيتون وغيره، ما عندهاش حدود بنحطها إلا الجهد اللي باش نقوموا به. ناخذ صمام الاهل ان شاء الله باش نوفروا صمام ان شاء الله الاعداد نتاع التحليل. تحكي على تبيستاج رابيد ان شاء الله. كلمة فيما يخص الكورب، ديما المواطن يقول الكورب مكان اسكو ماشيين، الالتزام اسكو قاعد صاير ولا لا؟ اللي لاحظوه سيد الوزير توا انه فما استهتار، فما رجعنا شويه الاستهتار، فما محلات حلت، فما مواطنين رجعوا يخدموا. سيد الوزير خلينا نحكي بكل صراحة، هذا ينجم يكون عنده نتيجة. طبعا يكون عنده نتيجة، وتو تشوف الانفلات اللي صار قدام البوستات وكذا سترى الاثار نتاعو في مستقبل الايام لا قدر الله، لكن هذا العلم يقول هكا ندعو الناس الى مزيد الالتزام. الكورب سيد الوزير، الكورب هي ما زالت في الهدوء نتاعها، لكن الهدوء مطمئن ولا؟ وهذا صدر بيان بلاغ وزاره الصحه امس، قال راهو الشيء هذا ينبا بمزيد انتشار المرض. كلمه للمواطنين عبد اللطيف. على كل في المحنه دي ان شاء الله نتعلموا منها ونخرجوا منها سلامات، ونتعلموا منها دروس اللي تخلينا نواجهوا المستقبل باكثر اصرار وباكثر جدوى. تصريح شامل للقطاع الصحي المغربي ان شاء الله. يعطيك الصحه. ماشي تشد من عندي لوزمو، راني ما نجمش هكا سكر. سكر لوزمو وانا راني زوز. احنا نخدموا امبيونس ولا بدي تقول مدام؟ مرحبا. شفناك انت محضرين دي بروتوتيب نتاع دي ماسك نتاع كومبينيزون ظهر لي تبعينكم هذوكم. انت عندك لي ماسك. لي ماسك ولي فيزيا. مدام شكون؟ مدام حمامي صفيه. مدام حمامي صفيه، دونك انتم عندكم يونيتي دو فابريكاسيون نتاع لي ماسك. تستناو في الفاليداسيون من عند الوزاره هكا؟ بعتيني شنو بالضبط البرودوي نتاعكم. عملنا لي ماسك وعملنا لي فيزيا. عندك لهنا قدامك الماسك في يدك. خذاهم الكل. باهي موجودين الفوق. خذاهم الكل، هزوهم، لموهم الكل. سامحني. سماح. لموهم الكل. دونك. تستناو في الفاليداسيون؟ نستناو في الفاليداسيون اكزاكتومون. نستناو احنا حاجتنا بالفاليداسيون باش نجموا ندخلوا في الانتاج. على خاطر في الاخر احنا شو عملنا؟ عملنا بروتوتيباج. الفاليداسيون تتطلب يعني شو وقت وتتطلب علم. الشيء هذاك ما نجموش نامنوه وحدنا، ما نجموش نامنوه كان بالدعم نتاع الاطباء ووزاره الصحه. هذا هو. دونك احكي لهم السيد الوزير اش قال لكم؟ احكي لنا، قال لنا تو نتبعوكم. هذا شنو قال لنا؟ مش اكثر من هذا. شكرا لك مدام. دونك احنا متواجدين في مقر ولايه صفاقس وين ادى وزير الصحه السيد عبد اللطيف المكي زياره لولايه صفاقس اليوم. كان اجتماع مع الاطارات الطبيه، اجتماع مع الاطارات النقابيه. كما سمعتوا معناتها الخطاب والرسالة واضحة، هي تكاتف الجهود من أجل مجابهة
فيروس كورونا، الخطة الوطنية الجميع ينخرط الآن هي محاربة الفيروس هذه. وبالنسبة للوضع الصحي في صفاقس هذه فرصة معناتها باش من بعد المحنة هذه أنه باش ندخلوا في إصلاحات حقيقية للقطاع هذه. أحكى كذلك السيد الوزير على الخلي نقوله معناتها الاستهتار اللي صار الفترة هذه معناتها العباد اللي مش ملتزمة بالحجر الصحي، هذا باش تكون النتائج نتاعو معناتها ظاهرة في الأيام القادمة. هذا هو معناتها يقول أنه إن شاء الله الكرب ما تكونش ما ترتفعش فجأة، الكرب ما زالت هادئة. ناخذ معنا السيد الوالي سي أنيس، نمشي نستنى مسهلش في المباشر معنا سي أنيس. دونك السيد الوالي، الزيارة نتاع سي عبد اللطيف المكي وزير الصحة اليوم، شنو ولا المخرجات تاع الزيارة هذه؟ أهم مخرجات الزيارة أولا هي زيارة كانت تتعلق بجلسة تقييمية مع الإطارات الصحية مع الإطارات الطبية والشبه الطبية لتقييم الخطة الجهوية، أهم الإيجابيات أو ربما التعديلات التي يمكن إدخال على هذه الخطة. اطلع السيد الوزير وتحدث طويلا ومطولا مع جميع الإطارات الطبية ومع رؤساء الأقسام، كانت فيها السيد الوزير عرف ربما ما هي أهم مكونات هذا البرنامج حتى نتمكن جميعا من توفير ظروف صحية أفضل لجميع المعنيين بالإصابة بهذا الفيروس. لا قدر الله لو تفاقمت الأوضاع. اليوم أيضا تم تطرق إلى موضوع التحاليل واللي إن شاء الله تنطلق غدا من ولاية صفاقس يعني من مستشفى الهادي شاكر، ولكن تباعا فما مقتنيات جديدة سيتم تدعيم بها مخبر التحاليل. الوضع الحظر الصحي الشامل يتطلب أكثر صرامة، واليوم وتوا بالضيف في الساعة منتصف النهار عندنا اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث لتقييم هذا الوضع وما يمكن اتخاذه من إجراءات جديدة لحمل الجميع على احترام الحجر الصحي الشامل.